رئيس البرلمان النمساوي يستقبل أوربان مع غياب العلم الأوروبي. استئناف المفاوضات لتشكيل تحالف حكومي وسط البحث عن شريك ثالث. استقرار التضخم في النمسا عند 1.8% مع ارتفاع أسعار الخدمات. المحكمة العليا تلغي زيادات الإيجارات وتقضي باسترداد الفرق. بطرية امرأة تنظف جهاز فرم اللحم في مطعم بفيينا. وأخيراً تقرير يبرز أن النساء في النمسا يعملن شهرين مجاناً. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. استقبل رئيس البرلمان النمساوي فالتا روزنكرانتس رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بحضور رئيس حزب الحرية هيربت كيكل وقيادات أخرى من الحزب. وقد أثار اللقاء ردود فعل غاضبة من المعارضة بسبب غياب العلم الأوروبي خلال الاستقبال، حيث اعتبر حزب الخضر ذلك رمزا لرفض التوجه الأوروبي. ووصف زعيم الحزب فيرنا كوغلا اللقاء بأنه إشارة قاتلة. وفي السياق ذاته انتقد زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين أندريس بابلا الزيارة، معتبرا أوربان رمزا لسياسات استبدادية تتعارض مع الديمقراطية، فيما نظمت جماعات احتجاجية تظاهرات أمام البرلمان اعتراضا على الزيارة. أعلن حزبا الشعب والاشتراكي استئناف محادثاتهما الاستكشافية مطلع الأسبوع المقبل، حيث استغلت عطلة الأسبوع للتحضير لهذه المباحثات. ويأتي هذا فيما يسعى الحزبين اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث خلف حزب الحرية في انتخابات سبتمبر لتشكيل تحالف بأغلبية ضئيلة في المجلس الوطني. وأشار عضو حزب الشعب بيتا هاوبنا إلى أن حزب النيوس قد يكون الشريك الأفضل لتوسيع التحالف. وفي الوقت نفسه يبدي حذرا من التعاون مع الخضر بعد خلاف بشأن قانون إعادة تأهيل الطبيعة. ومن جانبه أكد الحزب الاشتراكي أن جميع الخيارات مطروحة. أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية أن معدل التضخم في أكتوبر بلغ 1.8% مع ارتفاع الأسعار عن سبتمبر بنسبة 0.3%. وساهمت الخدمات بشكل رئيسي في رفع الأسعار بزيادة بلغت 4.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما ساعد انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11% في تقليل معدل التضخم بأكثر من نقطة مئوية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والتبغ والكحول للشهر الرابع على التوالي بنسبة 3%. وأفاد وزير الاقتصاد مارتن كوخا بأن هذا الاستقرار يعكس بيئة اقتصادية مستقرة، فيما أكد وزير المالية ماغنوس بونا أن التضخم في النمسا بات أقل من مستواه في ألمانيا. أيدت المحكمة العليا النمساوية في قرارها الأخير قضية رفعتها غرفة العمال النمساوية ضد شركتي بروكوب إيموبيلين فافالتونغ وبيلمار بريفات شتيفتونغ، والتي تتعلق بزيادة الإيجارات التي بلغت 14% في بداية عام 2022. واعتمدت الشركتان على مؤشر تكاليف البناء لتحديد هذه التعديلات، مما أدى إلى زيادات وصلت إلى 209 يورو شهرياً، ما أثار استياء المستأجرين. وأكدت المحكمة أن الاعتماد على مؤشر تكاليف البناء يعد غير قانوني، وأمرت بضرورة استعادة المبالغ المدفوعة بزيادة غير مشروعة. كما دعت غرفة العمال إلى اتخاذ إجراءات قانونية نموذجية ضد المخالفات المحتملة إذا لم يتم الالتزام بالقرار. تعرضت امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً لإصابة خطيرة أثناء تنظيفها لجهاز فرم اللحم في مطعم بشارع ماريا هيلفا في فيينا. ووقع الحادث عندما انزلقت ذراعها داخل الجهاز أثناء التنظيف، ما أدى إلى بتره حتى الكوع تقريباً. واستجابت الشرطة بسرعة ووفرت الإسعافات الأولية في الموقع، فيما تولت فرق الطوارئ نقل المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ونوهت الفرق الطبية إلى أن الحادث يشكل تذكيراً بضرورة الالتزام بتدابير السلامة أثناء التعامل مع المعدات الثقيلة، خاصة خلال عمليات التنظيف. تبدأ النساء في النمسا العمل بشكل مجاني هذا العام الأول من نوفمبر بسبب فجوة الأجور بين النساء والرجال، وذلك بتزامن مع اليوم العالمي للمساواة في الأجور. ووفقاً لحسابات غرفة العمل في النمسا، يبلغ متوسط الأجر السنوي للرجال 59300 يورو، بينما للنساء 49400 يورو، مما يعكس فجوة قدرها 16.6%، وتختلف حسب الولاية. وتعزى الفجوة لأسباب منها انقطاع النساء عن العمل لأسباب أسرية وتوظيفهن في قطاعات ذات أجور منخفضة. وطبقا لمعهد مومنتوم، تعتبر الفجوة في الأجور أوسع لدى النساء ذات الخلفيات المهاجرة، حيث يحصلن على أجر أقل بنسبة 25% مقارنة بالرجال. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.